وللمزيد ينضم إلينا من موسكو عبر سكايب أندري أنتوكوف الكاتب والباحث في العلاقات الدولية. سيد أندري، أهلا بك على شاشة القاهرة الإخبارية. ما هي دلائل موسكو حول أن الغرب يضغط على أوكرانيا لمواصلة القتال ضد روسيا؟ لماذا ليست هذه رغبة أوكرانية محضة؟ أنا يمكن أن أقول أن في نهاية المطاف أمريكا تستفيد من استمرار القتال بين روسيا وأوكرانيا من جهة، بسبب أن نحن نتحدث عن تصعيد عسكري، لذلك يعني طبعا هناك ضحايا بين الطرف، وترى الحل أمريكا رابحة. من جهة الأخرى طبعا هناك مشاكل اقتصادية تعاني منها الدول، كما يبدو أصبحت تشتكي من تلك المشاكل للولايات المتحدة الأمريكية. أي على ما يبدو نحن أمام خيارين: استمرار القتال و تعميق المشاكل الاقتصادية في الدول الأوروبية، و حل زيادة الضحايا بين في الطرف الروسي لنفوض، ولكن لنكون صالحين استناد، أو سيشكل يعني انتحارا سياسيا بالنسبة لرئيس زيلينسكي، بسبب في حال استنفت المحادثات بين روسيا وأوكرانيا ففورا سيتعرض زيلينسكي إلى كثير من الانتقادات من الداخل الأوكراني. فلذلك أنا أعتقد أن حتى نعم يوجد أو توجد إمكانية استئناف التفاوض على طاولة، ولكن على ما يبدو ليس الآن وليس في المستقبل القريب. ربما نحن سنشاهد نوع من التجميد مؤقت جدا في الجبهات، وثم سننتقل لمزيد من التصعيد في على ساحة القتال. نعم سيد أندري، ربما لافروف قبل قليل يصرح بأنه ليست هناك ضرورة لمواجهة نووية بين الدول الكبرى وبين الدول النووية تحديدا، أليست هذه ربما تخفيف من اللهجة الروسية التي كانت متصاعدة بشدة خلال الفترة الأخيرة؟ أسباب هذه اللهجة التي ربما تعد تراجعا روسيا؟ لا، أنا لا أرى أي تخفيفا في الموقف الروسي من الدول الغربية، بس لافروف يسجل الواقع، التصادم العسكري حتى بالقوات التقليدية بين دول مثل روسيا والولايات المتحدة الأمريكية يشكل تهديدا مباشرا للعالم ككل، بسبب أن ستكون هناك أكثر من فرصة لتحول هذا الصراع إلى من الأسلحة التقليدية إلى الأسلحة النووية. ف هو كلام دبلوماسي، ولكن في نفس الوقت في الأيام الأخيرة نحن قد سمعنا كثير من الاتهامات ضد الولايات المتحدة الأمريكية بأنها تشجع الأزمة الأوكرانية من قبل المسؤولين الروس. فلذلك على ما يبدو الوضع في أوكرانيا هو كما كان قبل أسبوع وكما كان قبل شهر، أي لا توجد هناك لحتى الآن تغيرات جذرية. على ما يبدو يمكن فقط أضيف أن أمريكا رويدا تصل إلى فكرة ضرورة استئناف المفاوضات، وكان هناك بعض الشائعات بعض الأخبار بأن أمريكا تحاول أن تقنع زيلينسكي ليستأنف تلك المفاوضات، ولكن أنا ذكرت في السابق بأن زيلينسكي سيكون خاسرا جدا في حال نحن نشاهد الحوار بين روسيا وأوكرانيا. فلذلك على ما يبدو فرص الحوار موجودة، ولكن هي حاليا فرص ضعيفة، ولكن طبعا هناك إمكانية لكي تزيد أمريكا ضغوطات على الرئيس الأوكراني، فهذا سيفتح ربما الطريق إلى المفاوضات، ولكن حاليا احتمال ضعيف برأيي الشخصي. نعم، أنت تقول أن أمريكا تطالب ربما الجانب الأوكراني باستئناف المفاوضات، لكن بلينكن ربما له رأي آخر، فهو يرى أن روسيا هي التي ليست مهتمة بالجهود الدبلوماسية، وإذا كانت روسيا على يعني تهتم باستئناف الدبلوماسية والمفاوضات بينها وبين أوكرانيا، لماذا لا تتقدم هذه المفاوضات وتأخذ شكل جدي؟ أنا أود أن أذكر أن المفاوضات قد انطلقت بعد أيام فقط منذ بداية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، ولكن في نهاية المطاف بعد سلسلة الجولات المباشرة وعن طريق الفيديو الطرف الأوكراني انسحب من هذه المفاوضات، وحاليا
يشترط استئناف المفاوضات بشروط غير المقبولة بالنسبة لروسيا، مثل انسحاب من المناطق الأربع الجديدة الروسية وكذلك من القرم. فهو هي المطالب غير المقبولة، فلا يمكن أن نتحدث عن الحوار في دور هذه الظروف. أيضا كما تفضلت، نعم كان هناك مثل هذه التصريحات من قبل بلينكين. في نفس الوقت قبل ذلك كان هناك تصريحات من قبل بعض المسؤولين الأمريكان، من بينهم العسكريين، والذين قالوا بأن توجد هناك فرصة لاستئناف الحوار بين نوع من التجميد العمليات القتالية في خلال الفترة الشتوية، ستكون هناك هذه الفرصة. ولكن حاليا أنا ذكرت سابقا أن رئيس زيلينسكي هو سيتعرض فورا لكثير من الانتقادات من داخل الأوكراني في حال يستأنف المفاوضات. فلذلك نحن على ما يبدو إذا تحدثنا عن المصير الدبلوماسي فنحن في نوع من المأزق. برأيي الشخصي يوجد هناك نوع من التواصل بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية، ضمني ربما حتى، ولكن هذا التواصل لا يؤدي حاليا إلى نوع من النقلة النوعية في الأزمة الأوكرانية.